ايضا من فازوا في هذا اليوم والشوط الرابع، وهو الشوط الرابع للانتاج والسادس في مجمل الاشواط، والكلمه مع زميلي قاهرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، شكرا لزميلي مسعود الحريري على التواصل من هنا من ميدان التحدي وانطلاقة الشوط السادس للقعدان الانتاج والمفاريد. هنالك المقدمة وصدارة الفائز ومسفر بن محمد المحميد، ولكن هنالك مشاهدينا ومتابعينا الكرام الدخول مباشرة، هنالك الفارس ومحمد بن كردي منخس في هذا الأداء الجميل وهذا التحدي المسير. وثالث الأسماء مشاهدينا ومتابعينا مختار وسعيد بن عبيد بن رشدان المري، ورابع الأسماء وصل الناموس وحمد بن سعد آل سعد من يقدم الناموس، وخامس الأسماء وصل السهم وسعيد بن محمد بن كحيز المريه. ولكن الله، التحدي مختار وسعيد بن عبيد بن رشدان، ولكن الفايز ومسفر بن محمد المحميد، ولكن 300 متر تفصلنا عن خط النهاية. الله يا المعركة، المعركة الفايز ومختار، ولكن الله، مختار اختار مختار سعيد بن عبيد بن رشدان، من يختار بهذا الأداء الجميل. سلام سلام يا بن رشدان، سلام يا مختار، سلام، تهانينا والفي مبروك لمالك مختار سعيد بن عبيد بن رشدان. المركز الثاني كان من نصيب الفايز ومسفر بن محمد المحميد. المركز الثالث كان من نصيب الناموس وحمد بن سعد آل سعد. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، التوقيت الزمني ساعة وصول مختار، واختار هذا الشوط دقيقتين و14 62 جزء. تهانينا.